نهاية التربص في أنطاليا الذي دام 17 يوم. التربص تخللته 4 مباريات ودية. الشيء الإيجابي هو الاحتكاك مع فرق من مستوى مقبول من الدرجة الأولى لبطولة صربيا وأوكرانيا، واندماج المهاجم البوسني سمايلاجيتش حيث سجل هدف أمام رديف شختار. والنقطة السلبية هي تأخر استقدام اللاعب معطله وعدم مشاركته في التربص. نفس الخطأ تم ارتكابه في تربص تونس وعدم مشاركة اللاعبين الجدد، ما يصعب عملية انسجامهم مع الفريق. بالإضافة إلى وصول المهاجم وترى متأخراً لأسباب مجهولة ومشاركته في آخر 5 أيام فقط من التربص. وسيحصل لاعب شبيبة القبائل عند وصولهم على 2 راحة فقط ليتمكنوا من ملاقاة عائلاتهم بعد غياب طويل، وبعد ذلك الانتقال إلى تيزي وزو مباشرة. العودة للتدريبات يوم الخميس المقبل على ملعب 1 نوفمبر. عقد أعضاء النادي الهاوي لشبيبة القبائل يوم أمس الجمعية العامة للتوقيع على الاتفاقية التي تلزم النادي الرياضي الهاوي بالشركة الرياضية بالأسهم. قال رئيس النادي الهاوي جعفر أيت مولود إن النادي بحاجة إلى هذه الاتفاقية لاستكمال التزامه بملف ألفف، قبل أن يضيف أن المناقشات تركزت على استخدام شعار النادي وألوانه.